أهلا بكم، هننقل مع بعض شتلة التمر هندي علشان الجذور طلعت من تحت وملت الكوباية تماما، فمحتاجة إنها تتنقل. وهنا عملت حفرة على قد الكوباية، لو عملت كده اهو هتلاقي الكوباية نزلت سقطت 100 100. هنخلع الكوباية بالطريقة اللي احنا حافظينها. همسك الشتلة كده اهو بصباعيني كده اهو، واقلب الكوباية واضغط على التربة بحيث انها تتماسك مع بعض كده، وبعد كده هتلاقي هي الكوباية بتطلع لوحدها. المهم ان الكوباية تكون مروية قبل ما انقل بايه، بساعتين. واجي هنا كده اقوم ماسك التربة تاني كده اهو، كده 100 100، وامسكها من تحت كده واروح مسقطها. نزلت 100 100، ابتدي اعمل كده بس. خلاص كده التربة نزلت على نفسها، ودكة خفيفة عشان اتأكد ان التربة نزلت في كل الفراغات، ونروي شوية مياه حلوين. وتتحط في الشمس عادي خالص 3 ساعات 4 ساعات. التمر هندي نبات قوي جدا زي البوانسيانا بالظبط، بيحب المية وبيحب الشمس، ما تغيبش عنه الشمس، هتلاقيه يبتدي ان شاء الله يطول، والقمة النامية بتاعته تبتدي تطول. بعد فترة بتلاقيه ميل على احد الجناب، ده طبيعي. كل ما تديله شمس اكتر وتقلل شوية منه المية، هتلاقي الساق من تحت ابتدت تتخن، وفي نفس الوقت هتلاقي ان هو ما يميلش لاحد الجانبين بصورة يعني اكنه مفترش كده، او اكنه زي البطيخ ويمشي على الارض يعني. او ممكن تعمل له دعامة لحد بس ما يصلب طوله شوية ويطول كده، هو يمسك نفسه والعنق بتاعه او الساق بتاعه يتخن، ساعتها الدنيا هتبقى تمام. مش وقت دلوقتي ان احنا نقلم خالص، انا شايف ان هي كده ممتازة. يمكن بعد شهر او حاجة لما يبتدي يطول ممكن نبتدي نقلم الاوراق السفلية من تحت زي ما احنا متعودين. دي كانت حلقة بسيطة جدا عن نقل شتلة التمر هندي زي ما طلب بعض المشاهدين. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، شكرا والسلام عليكم.